بالاشتراك مع دوتشي فيلا على اي اف ام احلى راديو. السبعة وثمانية واربعين دقيقة على اي اف ام احلى غاديو. نحن ما زلنا مكملين معكم في سام ديجيتال حتى الثمانية متاع الليل. كما قلت لكم ضيفنا هو صانع المحتوى، فيديوهات وقاعدة دربار، شافي تونس المعروف كلمة زميل وطاق التعريف. دونك باش نحكيو معاه على هذا الكل بشير الغربي. مرحبا بيك. الو، مرحبا، تفضل. شكون معايا؟ شنحوالك بشير؟ بشير جيت باش نطلع بطاقة تعريف. شكون معايا؟ جيت باش نطلع بطاقة تعريف. شنو الحكاية؟ شتخدم انت؟ كرونيكوز نخدم انا. اسمعني، كرونيكوز معناه نخدم في الراديو. راديو تلكي ولكي؟ ليه ليه، راديو اذاعه. اذاعه سرنت ماك جمعت لي شجعوا في الانستغراميز وتيك توك وفيسبوك بشوه الامن. ليه ليه مش صحيح، احنا على يعني نفس على نفس المسافه مع العباد الكل، معناه نعديو الناس الكل معانا. نفهم فيك زميل، طلع في الباقة ما عادش حاب نشوفهم هذوما. طلع في الباقة انت علي المال. بشير الغربي مرحبا بيك على اي اف ام، شنحوالك؟ وبيك يعيشك، الحمد لله في خير ونعمة. ميرسي بوكو على قبولك لافيتاسيون، يعطيك الصحة. يعيشك بارك الله فيك، يخليك. ساعة أول حاجة بشير سيغمون باش نحكيو معاك على حكاية الزميل وطاق التعريف وفيديوهاتك اللي يدوروا واللي يضحكوا برشا ويعملوا في دي فيو معناها برشا برشا. خلينا نعرفوا شكونوا بشير الغربي. الو الو، بشير في اي اف ام راديو. بون، بشير من مواليد 83 39 سنة. كنت نعيش في تونس قبل 2005، مشيت لمصر حتى 2007، 2010 اخر 2010 سافرت لفرنسا وتوا نعيش في النمسا. بشير كيفاش دخلت للديجيتال والفيديوهات؟ كيفاش جاتك الفكره باش تصور فيديوهات وتهبطها؟ بون، انا راني من قبل مغروم، ملي انا صغير مغروم، عرفتك الكاميرا الكبيره بالكاسيت هذيك تهزها اكبر مني ندور بها في الحومه ونصور. على عروسات ديجا عندي فيديو. اي عندي ديجا فيديوهات من 2005 لتو، معناها عبدت قبيله كفيديو في الصفحه، عندي سكتشات نعمل فيلم من 2005، لكن مازلت ما عملتش الميزاجور نتاع تيك توك وانستغرام والدنيا. حكيت مع ولد خويا صغير على ذاك به، كنا نسمعوا الجيل الجديد ونعرفوا اللي ثم الدنيا تبدلت ما عادش كيما قبل. وريته فيديوهاتي وكذا، نصحني قال لي حط في التيك توك وتشوف كيفاش تتشهر. قلت له انا بتبيتي نعمل فيلم على الجو الفيديوهات، مش نعمل فيلم نحب نلوج على شهره، فهمت؟ حتى تيك توك فيديوهات طلعت الخير ما نحكيلكش. بشير فيديوهاتك من الاول كنت تصور في الزميل فيديوهات هكايا معناتها نفس الموضوع ولا اللي عامل مواضيع اخرين؟ ليه ليه ليه، بديت نصور في الحومه، مثلا نصور في ولاد الحومه كل واحد يعطي كلمه، فوالا نصور في الشارع مشكله حكايه اي حكايه تعرضني نصورها، فهمت؟ تونس كامله تحب تسالك بشير علاش اخترت شخصيه الامني بالذات في فيديوهاتك الاكثر شخصيه انت مركز عليها؟ مش انا اخترتها، لا مش انا اخترت، انا اول ما فوالا انا اول ما بديت نعمل في سكتشوات عملت سيت الخدمه مدير لونتروتيان دومبوش، ومن بعد كي عملت شخصية الأمني غادي الجمهور نتاعي طلب مني نعاودها، فهمت؟ معناها مش أنا اخترت. أنت تعيش في النمسا بشير كما قلت لنا، فما تونس غادي يوقفوك ويعرفوك ويقولوا لك أي عاود مثل لنا عاود تقمص لنا الشخصية نتاع الأمني ولا؟ لا ما نجمش يعرفك يقول لك أي عاود يمثل لي، علاش؟ ما تجيش. بون، فما شوية في النمسا وين نعيش أنا حسوني بشوية شهرة، لكن في مارسي مشيت لمارسيليا في فرنسا غير بالحق تصدمت، كل خطوه يوقفني جزيري تونسي مغربي يحبوا يصوروا معايا ويحبوا يعملوا معايا قهوه فطور وكذا، اما تصور كوكو في مارسي وحاجه بالحق حسيت لي انا مشهور بالحق في مارسيليا. معناها بشير ما خفتش كي قررت تنقد شخصيه الامني؟ علاش باش نخاف كي نمثل حاجه؟ انا ما مثلش شخصيه الامني، مثلت بعض تصرفات اشخاص ما يمثلوش الامن يمثلوا رواحهم قبل الثوره، خاطر انا كي سافرت اخر 2010 فهمت، فما تجيش انت الواحد مثلا الماني يمثل في هتلر وقت النازيه تقول له شبيك تمثل في هتلر، هذاك الماضي نتاعهم تاع الالمان، نحن الماضي نتاعنا في تونس هذا ماضي، واللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، صح ولا لا؟ صحيح صحيح.
بشير جاوك سيغمون جاوك دي ميساج من عند برشا عباد توانسه وجاوك زاده دي ميساج من عند امنيين. والله اوزر اي واحد ما نحبش انا نفرق ما بين الامني والمواطن العادي، زوز كيف كيف. معناها هو الزوز عندهم فيسبوك والزوز معناها توانسه، معناها فما ناس نقولوا الشخص عادي وامني، زوز كيف كيف. اي واحد مشهور راه مش تلقى ناس تحبه ومش تلقى ناس تكرهه، فهمت؟ وانا قابل، معناها قابل النقد وقابل كل شيء. معناها بشير وقت اللي تحكي فيه صارت لك المواقف هذيا مع الامنيين اللي حكيته واللي مثلته واللي هبطوا فيديوهات، صاروا لك في الدنيا والا لا؟ والا من وحي الخيال اللي تخيلته؟ اسمع، فما واحد قبل الثوره تونسي ما صارلوش لي؟ فما صحيح نعمل في تمثيل وفي شويه كوميديا، لكن في التمثيل نعمل فيه فما برشا حاجات صارت قبل الثورة. أنا سافرت ب 2010، ما نعرفش شنو قاعد يصير في تونس، قاعد نمثل في حاجة صارت قبل الثورة، قلت له علاش عملنا ثورة نحن؟ واحد شبع شلابة قبل ما يسافر لفرنسا. هل صحيح أنه جاتك تهديدات وصار لك سينيال لباج نتاعك ولا؟ أي واحد يتشهر كيما قلت لك باش تلقى كيما نقولوا نحن ناس تحبوا ناس تكرهوا، وكل ما تتشهر اكثر عباره داخل الغريق باش تلقى كل الروكا والبالين وباش تلقاها، فهمت؟ انا ما عرضونيش هذاكم، عرضوني ذبان، والذبان يقلق ما يقتلش. عبي الباقة يا زميل، شنو الحكايه بتاع الكلمه هذيا؟ اي انسان، اي ممثل راهو الجمهور شيخوا عليه كما نقولوا تصويره ولا كلمه قالها. مثلا نقولوا كريم الغربي هب ليه يا مدام، اللمبي صبح صبح يا عم الحق، فهمت؟ انا كما نقولوا اتقنت الدور، الناس عجبهم. وقتها كنت في 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 في, في وسط الدور نتاع فهمتني، عبي في الباقة، فهمت؟ فالناس عجبهم والجمهور فيما يعشقون ماذا بختاروا التصوير هذيك كما ينجموا يختاروا من سكيتش اخر عملته والدور في الفيسبوك الحكاية، فهمت؟ بشير هو فيديوهات قاعدين يتشافوا برشا، والحقيقة برشا عباد معناها كي تفرجت في الفيديوهات نتاعك تقنع ياسر في التمثيل، ما جاوكش عروض، ما جاوكش هكا أدوار، ما قالوا لكش يجي شارك معنا في مسلسلات رمضان، خاطر مشروع ممثل كبير. جاوني عايشك، جاوني عروض، برشا عروض جتني، لكن ما ثماش حاجة سيريو معناها حتى لتو. وتقبل كان تجيك هكا حاجه تعجبك تجي تمثل وتدور معناها؟ بالطبيعه كان حاجبني بالطبيعه، علاش ليه؟ خضرة عندك شي سؤال للزميل؟ وينك بشرة؟ اهلا خضرة، يا اهلا بيك، وينك صديقي منور منور اهلا بالزميل يا بشرة، فكوري كارت جريز يا بشرة. يا ودي عندك انا رجال يجي امشي يا اسمع، وين فكوهالك؟ وين فكوهالك؟ في رومبوا بندحة. قول لهم زميل التيك توك بشير وربي. ربي فضلك. طلعوك في البحر. مرحبا، نورتنا ياسر بشير، فريمون تبارك الله، معناتها السكسي اللي قاعد تاخذ فيه تستحقه، خاطر انت انسان باهي برشا وقلبك طيب، اللي ما يعرفش بشير بالحق معناتها انسان جينيرو وقلبه كبير. اللي حبيت نساله بشير، انت تبارك الله عليك معناتها تكتب وحدك السيناريو نتاعك وتصور وحدك وتمنتج وحدك وتبث وحدك، تبارك الله، ما عندك شيء متنقله مثلا يعني بلا ورسام تبارك الله، فنان شامل يا بشرة. ما تخممش انك تعمل ستاند اب، خاطر ستاند اب يلم الحاجات هذوما الكل، ما نقولش انا معناتها وين ما نشو، اما ستاند اب يكون مكتوب بالكدا محبوك وتنجم توصل به للبوبليك، خاطر المسرح في الستيل نتاعك انت اقرب اكثر للجمهور معناتها. الكتيبه مادام في الفن، انا راني نعمل فيه بحب، معناها حاجه هوايه نعمل فيها، حاجه في داخلي معناها نعيش فيها، ما نجمش ما نعملش. اللي نقصد وانا بشير تلم معناتها الحاجات اللي كتبتهم الكل واللي خدمتهم في ستاند اب وتعمل بها مسرحيه صغيره وتدور بها معناتها توصل بها اكثر للبيبليك. نجم، هذا كله ساهر راهو.
اما من بعد لازم تلقى زيد الناس اللي معاك اللي يدعموك مش وحدك، ما تنجمش وحدك. ليه خويا عاد انت تعيش في الاوروب وعندك الفلوس امورك مبحبحه تبارك الله، تعمل الفلوس يا حسره على الاوروب يا حسره، حتى توا الفلوس ما ثماش، راه باش تقولوا هاكا فهمت بدو تطلبوا ابعث لي كذا ماكش قاعد تدخل في فلوس باش مش قلت لي يا خويا عاديني في الراديو تنعطيك نتاعك يا بشير تعال نعطيك 20,000 من بعد هكا تعمل هكا بشير ربي عبير الزغدودي المعدة تحب تسألك تفضل عبير. لا بشير حبيت نقولك جاء أنس بن مالك حذايا اللي هو المحامي متاعي متطوع توا وهو جاب معاه البطاقة تعريف وريونا مرحبا مرحبا تفضل اش عندك فما هاي ما مسارك لهوني مسربسة هوني هاي بطاقة تعريف قلت لك ما تعدى كان البطاقة تعريف ما تدخل هوني كان بطاقة تعريف مش الامن هذا اللي بتاع وقفني بالسياره مره الاخرى انا ماشي فهمت طلعك في الباقه ولا لا لا قال لي يكبس روحك يكبس روحك شبيك تحكي مرخوف شو يكبس روحك يا معلم شبيك ابي قال لي شاب قلت له انا عندي نخدم في مركز نداء قال لا وسعي هاو زميل خليه يتعدى بشير عفوا باش قعدت لنا اقل من دقيقه باش نختموا معاك في تونس يحبوك برشا فيديوهاتك تدور برشا دونك باش توعدهم شنو هو الفيديوهات الجدد واسكو باش تكمل في شخصيه الامني ولا باش تبدل؟ والله نبدل انا نبدل اما كيما اخر مادام الجمهور يطلب في شخصيه الامني لازم نعطيه شي يحب الجمهور انا ما بدي نبدل سامحني مازالت فما طرائف اخرى باش توريها لنا في الفيديوهات؟ لا كيك عاد نقعد في تونس ماك تعرف عنا توس وليد خمسين اخرين عبير ناخذ 50 اخرين ديما ثم جديد ايناس حبيت نقول قبل ما نكملوا خاطر انا حكيت انا وبشير برشا معناها قبل ما يتدخل معنا حبيت نقول اللي بشير راهو يعني يحترم ياسر الامنيين وقعدنا نحكي وقال لي اللي هذه شخصيه من الشخصيات اللي يحكي عليها دونك رانا نحترموا الامنيين ويحكي على فئه قليله كانت قبل الثوره باش العباد الكل يعني تعرف شنو قاعد يعمل بشير بالضبط وكا بيان سور قصده نتصور مفهوم الناس الكل فهمته في كل دومين فما البهي والخايب دونك بيان سور نحن نحترموا الامنيين برشا ميرسي بوكو بشير على التدخل نتاعك ميرسي اللي قبلت لانفيتاسيون وان شاء الله نشوفوك في تونس تكون هوني بحدنا في الاستوديو ان شاء الله في غران بليزير ميرسي ميرسي ونستناو ساده في فيديوهات على الامن نتاع النمسا بشنو نفهموا الديفيرونس ميرسي بوكو بشير غربي بحدنا انس بحثنا انس بن مالك بعد شويه في نهار من نهارات مع انس بن مالك شنو هو موضوع اليوم أنس؟ مرحبا مرحبا ايناس مرحبا خضره مرحبا عبير نهار من نهارات باش نحكيو على 17 جانفي 91 انتم يظهر لي ما كنتش مولودين وقتها 17 جانفي 91 حرب الخليج الضربات الاولانيه اللي عطاوها للتحالف الدولي في مقدمتهم امريكا للعراق باش يكونوا معايا زوز ضيوف مهمين في الصحافه المكتوبه فاطمه عبد الله الكراي اللي هي جريده شروق اللي كانت وقتها اقوى جريده اللي غطت الحدث ووجه في التسعينات كان مهم برشا وكان هو الوجه اللي مثلنا التوانسه حرب الخليج اللي هو سي خالد نجاح مقدم الاخبار وقتها عام 91 باش نحكيو على الحقبه ذيك شنو عشنا كيفاش عدينا حرب الخليج وكيفاش تعامل الاعلام معاه دونك تابعونا شوي اخر في نهار من نهارات تابعوا انس بن مالك بعد شويه جوست بعد الاخبار في نهار من نهارات كما قال لكم الموضوع هو حرب الخليج دونك هذه كانت حلقتنا لليوم في سام ديجيتال نسلم عليكم برشا البنات ونشكركم برشا عبير الزغدودي في الاعداد والكرونيكوز زيد كيف خضره كرونيكوز ميرسي بوكو دونك توا الاخبار مع مكرم السعيداني باي باي بون ويكاند الناس الكل